عيد ميلاد عيد ميلاد ديال خوادري صافي خوادري كيموت لك الكوبي العبيط اجي صبري بونجور نو مي اميتشي هذا فلوغ سبيشالي كنت وعدتكم قلت لكم ديك النهار فين نمشي لشي مدينه نمشي نزور شي واحد من الناس اللي كيتفرجوا فيا وكنت مشيش لبارما وشفت دري صغير وكنت فرباط عاوتاني مشيت وشفت دري صغير مسكين داك ديال الرباط كنت كتشوفوه بقى كيبكي واليوم انا فطارينو واحد الدري كان كيتفرج فيا من كورونا كيتفرج فيا بزاف وشحال مرة كيصيفطوا لي الفيديوهات ديالو جيت طاليان وجيت لطورينو وانا نتفكر المهم انا كنت كنعرف واحد الدري صاحبي صاحبو خو هاد الدري ودوينا معاه وان شاء الله غادي نمشيو عنده اليوم وندير لي مفاجاه في الدار راه علمت والدي علمتهم البارح واليوم درنا مع هاد الوقيته باش نمشي ندير لي مفاجاه ودابا انا كاين انا والقمله غادي نهز الطوموبيل ونمشيو نمشيو ليش الدار ونشوفوا رده الفعل ديالو كيفاش غتكون وغنبلبل عليهم في الدار والله شي واه القمله صحدي خدمتك صاحبي كبرنا عقلي وقف في الضوء الاحمر سير القمله سير سير دودو سير ها الضوء الاحمر الثاني فرنا مولتا في الفيديو ديال دودو ها دودو والله راك لي والله تا غيشوفوا في الفلوق دودو هادشي علاش بقات تاخذ الطوموبيل الله يعطيني هادشي يا دودو جوج دواو وكتقول المولطاج منين كيجي المهم دخل الافيتو قال على بيكان والله يا امك تجوج تمشي على رجلك شي الدودو كنبقى نقول لكم كتشيقني تقول لي لا ما كتجيني لا مولطه لا والو هما غا كيجمعوك المولطه تجي تشري شي دار في الطاليان صافي صافي او اخضر او اخضر الدودو خليه يخضر مزيان او اخضر الله يخضر ياه نشوفوا فلوغ يسرقونا يرجعونا للمغرب واش ما عيق سفرات يلا هو ما عيق قلت خليتينا بغدنا هنا فين اسيد ظهر بقى بيجا بحال الحوز ديال العروسه كيفاش في الكراج لا ما عندك نهار كور واش هو
غندخل للطاق وغيدخل عليا هو كي هو كيلعب دابا كيلعب الكمبيوتر غنبقاو حنا رايحين للصالون ونعيط عليه ونقول لي سيتي تشو ونقديتي كوبون قديتها اش قلت لي واش هادي دار ولا السبيطار شحال من دير هادي انا غنتلف فيها هادي غنتلف فيها مامي اميتي الطاليان باش واعره الصفر ديال شنو تعطينا في الانطار ديال الجيران غادي نصور بها ما نرجعش نعم نعم أنا يقول أن اليوم تدري اليوم كاين واحد عيد ميلاد ديال خوادر جبت لي كوبينا كاين واحد عيد ميلاد هذا عيد ميلاد لا قول عاد كاين عيد ميلاد بلاش بلاش سير أنا كاين عيد ميلاد خاص تحرك كاين عيد ميلاد ديال خوادر قربي يا صاحبي الكاميرا باش نسيسي دو شو بديش يا صاحبي صوصي 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 عيد ميلاد صوصي عيد ميلاد ديال صوصي 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 صحتك هو اللي خصك الله فيها ماشي انا
تمشي مزيان احشمتيها صح مرحبا بكم الدراري مرحبا بك كوبنهاغن خويا لابيوس مرحبا بك في دار البيضة نوضني باقي كاع ما تقالتها بسم الله وضربها شوف صغب البيضة نوضني بعد البيضة عرفتي ديال اش هذا كيف هذا الكليس ديماراج هذا تعواقة توروني البيضة احد قرق تيكت بيت تلفاي هذا المغربي هذا سوق المغربي جيب الليل هذا المغربي الشيفرون الشيفرون واش ناوي هذا الاسم اش كيحمل الفورشه من دار 48 بروكلي بالمغربيه بروكلي هذا المغربيه انا عارفه واش بروكلي لا بروكلي لا علاش ما تولدوش ولادكم في الطاليا هذا ما عرفتش ليا هلين جيبي لي الواحد كبر من القمله شوف القمله اش اجي قدام اجي قدام واحد كبر من القمله الله يعاونك شكرا الله عليك شكرا الله يخلف عليك الصحه والراحه الله يحفظك الحاج هذا ما كاينش كنسمع ف الناس الكبار باغي نبغي نخطب غادي نديكم ان شاء الله الله يحفظك الحاج الله يسهل عليك الله يعاونك الله يحفظك الله يخليك اودي تيخلف وجي حاصدو تشم كغمو في الدجاج ومكغمو في الصفه والله يخلف امتى غيخلف على عام شوف شوف ميامي تشوفها شوف داير المداد الناس ف سداري مشكل في الله يلقالك شلا باش محزم مشكل في مشكل فيه مياميتش احنا جينا على الدغي فاجئناه الله يحفظك خيرو داكشي داز مزيان ان شاء الله فينا تبارك الله عليك اسامه اليوم غنعلمكم شنو نعلمك انت وكاملين مياميتش غنعلمكم واحد البلان واحد خصوصا ديرونا في الطالي حنا في المغرب الناس كيديروا الصواب كتجي كتعشى عندهم وكيديروا لك شويه في خبيز وشويه في ميك باش دير الدار الصواب حنا في الطالي ما عندهمش هذه القضيه انا غنعلمكم كيفاش تسلكوا راسكم في هذه القضيه باش ولو واخا تعشاو عند الناس يعطيوكم بايت ديال الدار ودابا حتى الماء دي ما كايناش مو ما كاينش با النظام حنا مع حتى حتى الصباح نبغيو لنا ما بقاوش لنا شي حاجه واجي تعلم كيفاش سكاندا اجي غادي غاش نفيقوا تا ما تفهم هذا انتو متعلمك واسكت الله يلقيالك هادشي مامي اميتش انا غنعلمكم اليوم هاد البلان نتوما والمهدي كيفاش دير عادي تفهم صانه ديالو يا ديا كاري سي واي فرات عندك جاوبنا بولم لا لا رانا احسن بيش بيش معشش
واش امين فين عشيري؟ وفين اخويا كيدير؟ هاني الله يحفظك وبغزتناك واقيلا اخويا. واه والله الا شرف لينا كبير اليوم جيت عندنا خويا اسامه. الله يحفظك كبر شي بينا. الله يكبر. الله يحفظك اخويا امين. وامين خويا وهذاك المهدي راه عندهم واحد الكلب اخويا في الدار. واخويا راه فهمتي هذاك الكوادر اللي بقاو ديال الدجاج. بغيتيهم؟ ولا بغيت تشابطهم نفسي اللي كنديهم للكلب اشي. مرحبا اخويا تسنى واحد دقيقة ونعودهم لك اخويا. الله يحفظك الكوادر ديال الدجاج اخويا امين. صافي مرحبا ان شاء الله. يلاه حنا نتسناوك في الطونوبيل. الله يحفظك. الله يحفظك امين. ايدي عليك الخير. ما امين جاي اش كاين من لابي واش ضيف لك لافير ولا كاينه لافير فهاد تتصبر. الله يحفظك اخويا امين. الله يحفظك. عطي المهدي شد المهدي شد. الله يحفظك وتهلا لي في الكليبه. الله يحفظك. صافي اخويا. الله يحفظك. السلامه. الله يحفظك. شكرا امين. الله يحفظك ويلي خويا. شوم حنا ناكلوا الكلاب ما ياكلوا. الله يحفظك دارك يا اخويا امين. الله يحفظك. شكرا امين. الله يسهل لك. الله يحفظك. تعلمت الدرس ديال اليوم ولا لا؟ شكون الكلب ديال الدار ديالكم؟ شكون الكلب ديال داركم؟ هذيك الميكا تعلموا يا ميتشي كيفاش تسلكوها. تعشوا بها أسامة. المشكلة هي الدار دابا غادي يتفرجوا فينا، دار أمين غادي يتفرجوا فينا. كلب غادي يضرب الزر كامل. وامين خويا ما فهمتيش غاصك درتي لي شي ميكا خويا ضرب لك هاد القضيه. الله يحفظك.